تقييم الحكومة يختلف من وزارة إلى وزارة ومن وزير إلى وزير بطبيعة الحال، لكن بصفة إجمالية المردود يعتبر إيجابي. لماذا يعتبر إيجابي؟ نظرا للظروف التي تعيشها البلاد، نظرا لحجم التحديات وحجم الصعوبات التي تعرض لها بلادنا بعد الثورة، فترة انتقالية. باعتقادي أداء المجلس التأسيسي ضعيف جدا، لا يرتقي إلى طموحات الشعب التونسي وتضحيات شهداء ثورة 14 جانفي، فبالتالي أداء الحكومة كذلك أيضا ضعيف وضعيف وضعيف جدا، لا يرتقي إلى طموحاتنا ومطالبنا الشعبية. نحن في أمس الحاجة إلى حل المزج التأسيسي بكل لطف دون استدامات، كذلك حل الحكومة.